ايه يا باشا، ساعتك لسه ما روحتش؟ روحت. انت بترسم ايه يا باشا؟ زي ما انت شايف مقص. ان شاء الله يكون الكباب عجب الهانم. ما تجيبليش سيره الكباب، انا بتشائم منه. ليه يا باشا؟ ما عجبش الهانم؟ بكره ان شاء الله بسأل البواب. ويا باشا حضرتك مش هتنام ولا ايه؟ ساعتك ما بتنامش خالص وده مش كويس. سلام يا باشا. تعال يا عزيزي. انت شفت المقص اللي هالة النمس اتقتلت بيه؟ يا بيه حضرتك بصحيني من النوم عشان تسألني عن المقص؟ جرايه يا بت، انا اسألك زي ما انا عاوز واجيبك وقت ما انا عاوز. دي جريمة قتل مش لعبة. جاوبي. شفته يا بيه، شفته. كويس قوي. المقص ده بقى كان موجود عندكم في الشقة مش كده؟ انا مقص يا بيه. الله، صح صح معايا. المقص اللي اتقتلت بيه هالة النمس. لا يا بيه، ما كانش عندنا في الشقة مقصات. هنعمل بيها ايه؟ وبعدين الست هالة عمرها ما استعملت المقصات، غيرش مقص صغير كانت بتعمل بيه ضوافرها. وبعدين يا بيه حضرتك افرجت عن الكل، اشمعنى انا اللي مش عايز تفرج عني؟ ولاك مني غلبانة وماليش حد. مش هفرج عنك عشان بتكذبي. طول ما انت بتكذبي كده مش هفرج عنك، وهحولك للنيابة، والنيابة هتحبسك بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. خد عسكري. أنا مش فاهم حاجة يا باشا. أنا صح، أنا صح يا إبراهيم. يلا بينا. على فين يا باشا؟ هنروح الجريدة نقابل الناس ونعرف الحقيقة. معقولة؟ ده الفجر فاضل له دقايق، مش هنلاقي حد دلوقتي يا فندم. هما بيروحوا مكاتبهم إمتى؟ مش قبل 11 ونص يا باشا. مش قبل 11 ونص. فعلا ده الفجر خلاص. طيب أنا هتوضى وأصلي الفجر وانام هنا، محدش يصحيني قبل الساعة 9:30. ساعتك هتنام هنا؟ ايوه يا اخويا هنام هنا. يا دي أول مرة يعني ولا إيه؟ طب ليه يا باشا؟ ما الوقت لسه بدري، ساعتك تصلي الفجر وتروح البيت تريح وتاخد حمام، وأنا بأجي أصحي ساعتك. اسكت بقى، ما كله من الكباب. كباب؟ كباب إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. سامي ومراته اللي معاه خدوا عربيه ومشوا بعد ما دفع حساب الاوتيل، وتقريبا هيسافروا. انا بقالي فتره كبيره ما جيتش المكان ده، على الله يعجبكم. هو المكان جميل، حلو قوي، لكن لكن ايه بس؟ اخ اخ يا سامي، منك ومن افعالك. احسن اتنين شوز ضاعوا مني وحضرتك السبب. فضلت اقول لك يا سامي خلي السواق يقف، خلي السواق يقف، وانت تقول له يلا يا اسطى يلا يا اسطى. خلاص بقى يا نجوى، خلاص هدي اعصابك. لا خلاص بقى، هجيب لك جزمه بدلها. هجيب لك 30 جزمه. للاسف انا مش موجوده دلوقتي. اترك اسمك وتليفونك بعد سماع السفاره وهتصل بيك. يا مدام مها، يا مدام مها، ارجوكي لو كنت سامعاني تردي عليا. أنا إحسان درويش يا مدام مها، ردي عليا من فضلك لو سمعان. عموما أنا في الجريدة. مع السلامة. صباح الخير. إيه في إيه تاني؟ إيه في إيه؟ أنا بقول لك صباح الخير. صباح النور، صباح الخير. صباح الخير، اتفضل. مالك يا استاذ احسان عصبي كده وعملت شر عرق؟ بشر عرق عادي عادي، بعرق عادي. المقص ده بتاعك؟ ايوه بتاعك. ليه؟ ابدا. تعرف انه صوره طبق الاصل من المقص اللي اتقتلت بيه هالة النمس؟ قصدك ايه؟ ابدا ولا حاجه. ممكن تعزمني على فنجان قهوة؟ ايه؟ الريحة. الريحة؟ قهوة قهوة. يا ايوه يا قهوة مع الريحة.
جيبولي 2 قهوه على الريحه باسرع سرعه ممكن. ايه مالك؟ في ايه؟ مرتبك وعصب مالك يا اخي؟ بصراحه انت تربك بلد، تربتني وتربك 10 زي. عايز تسكني تاني يا اخي؟ انا اسف جدا على اللي حصل، متاسف. بس عارف يا استاذ احسان، المقص ده مش بس شبه المقص اللي اتقتلت بيه هالة النمس، لا ده صورة طبق الأصل من المقص اللي اتقتلت بيه سميرة. وإيه المشكلة يا؟ إيه مشكلتها؟ في كل مكتب من مكاتب الجريدة في مقص زي ده بالظبط، من أصغر مكتب في الجريدة لأكبر مكتب، لمكتب رئيسة الجريدة ذات نفسها مدامها أبو الخير عندها مقص زي ده، وبنستعمله يا أخي، بنقص بيه الورق، بنقص بيه الشغل بتاعنا، وبنعمل منتجنا، بنعمل كل شغلنا بيه. يا أستاذ إحسان أنا مش بتهمك بحاجة، لكن أنت مش شايف معايا إن مادام القاتل استعمل نفس المقص يبقى أكيد واحد من الناس اللي شغالين في الجريدة هنا؟ أنت بتهدف لإيه بالظبط؟ أنا متأكد إن القاتل واحد من اللي بيشتغلوا هنا. أنت عشان تكون متأكد لازم يكون عندك دليل قوي، مش كده ولا إيه؟ للأسف القاتل ذكي جدا، مخضرم، ما سابش أي بصمات. أنت عايز مني إيه؟ مش عاوز منك حاجة. والأستاذ صبري لسه ما رجعش؟ لا. ولا الأستاذ سامي؟ الأستاذ سامي خلاص اترفض من الجريدة، صدر قرار برفضه من صاحبة الجريدة مدامها أبو الخير رفضته. لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما المجرم واحد من اللي بيشتغلوا هنا، انت مش شايف كده ولا ايه؟ الله اعلم. انا راجل صحفي فقط، انا بالظبط بوليس. انا بقى ظابط بوليس وعندي مرض خطير جدا هو كراهيه الجريمه والمجرمين، ما برتاحش الا لما اسلمهم للعداله. ارفع سماعه التليفون. ارفع سماعه التليفون. قول لهم يلغوا القهوة، هشربها وقت تاني. سلام. مع السلامة. مع السلامة. هشرب القهوة قريب، قريب جدا. صباح الخير يا عبد البيه. اهلا سياده اللواء مصطفى باشا. اهلا 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 سعاده اللواء مصطفى. اهلا اهلا سعاده الباشا. المديريه نورت يا سعاده الباشا. الله يخليك بوجودك ومبروك الترقيه الجديده. الله يبارك في سعادتك يا فندم. اهلا بيك. اعرفك باصدقائي جرواني بيه من اشهر ضباط الشرطه وحاليا من اكبر واشهر المحامين في البلد. اهلا وسهلا يا فندم. الاستاذ سامي توفيق صحفي، واحنا جايين لسيادتك في موضوع كده يخصه. يا الف مرحب. سياده اللواء مصطفى حازم استاذي ومعلمي ورئيس السابق، لما انا كنت برتبه مقدم هو كان لواء. اتفضلوا. تفضل سيادة العميد. الاسم الكامل محمود النمسي وهدان، من مواليد مدينة إدفو. العمر وقت دخول السجن 36 سنة و4 شهور و22 يوم. الحكم
إحالة أوراق المتهم إلى المفتي، يعني إعدام. خفف الحكم بعد ذلك إلى المؤبد. أياميها الرأي العام كان مختلف ما بين مؤيد للإعدام ومؤيد للتأبيدة، واختلفوا في المبالغ اللي خدها النمس من ضحاياه، ما بين 1,000,000 و10,000,000 جنيه. اتفضل حضرتك كمل. الحقيقة تقارير السجن كلها بتتلخص في إن النمس بعكس ما كان متوقع منه، كان هادي مطيع للجميع لكنه محب للانطواء والعزلة. الجميع فشلوا في التقرب منه وتكوين صداقات معاه حتى ولو كانت صداقات بسيطة. الوحيد اللي قدر يتصاحب عليه شاب بلدياته اسمه مصطفى الشنواني، كان عمره وقتها 22 سنة وكان بيقضي عقوبة مدتها 3 سنين سجن لأنه ضرب أحد جيرانه ضربة أدت إلى عاهة مستديمة. طب وإيه أسباب الصداقة اللي تمت ما بين النمس والشنواني؟ محدش يعرف. ملحوظة هامة يا أخوانا، الشنواني كان محكوم عليه بثلاث سنين حبس، أما النمس فكان واخد مؤبد. حادثة الهروب اللي تمت كالآتي: أثناء نقل النمس والشنواني من السجن في عربية السجن لغاية المستشفى لإصابتهم بحالة غريبة، وهي حالة قيء دموي من الفم مع نزيف حاد مستمر. بعد حادثة الهروب بعشر أيام وصلت رسالة إلى المباحث بترشد عن مكان اختباء النمس، وبيعتقد أن الرسالة دي كانت من السجين الهارب الثاني اللي هو مصطفى الشنواني. الشرطة هجمت النمس في المكان المشار إليه في الجبل، وتم القبض عليه وهو مصاب بطلق ناري في ساقه، ومع ذلك ما قالش أي معلومات أبداً على مين اللي أطلق عليه الطلق الناري ده. طب والشنواني؟ الشنواني لم يعثر له للأسف على أثر رغم جهود رجال الأمن المكثفة، وبيعتقد أنه هو مات في الجبل أثناء هروبه. طب مين يا فندم كان بيزوره في السجن؟ هو الست الوحيدة اللي طلبت زيارته في السجن ست اسمها منصورة فتح الله، وزارته 3 مرات خلال شهر ونص. بعد كده انقطعت عن زيارته نهائيا، والست دي كانت موظفة في بنك هنا في أسوان. انت مش كنت قلت لي مرة ان رصيد هالة النمس في البنك 182,000 جنيه؟ قبل الحادثة بمدة بسيطة كان آخر إيداع 100,000 جنيه. طب مهم جدا إن احنا نعرف عنوان سكن منصورة، أو على الأقل عنوان أختها. ده إذا كانت عايشة. أهم من عنوان أختها، أنا عندي هنا في الملف معلومات تانية مهمة جدا وخطيرة جدا وعلى جانب كبير من الأهمية. أمال إبراهيم فين؟ في المأمورية يا باشا. بقولك يا فتح، الملف ده فيه صورتين انا جبتهم من ارشيف جريده المقال. الصوره الاولانيه لصبري عبد الله البكري، والثانيه لسامي توفيق زغلول، وده اذن من النيابه. دي موافقه السيد مدير الامن على عمل نشره توزع على جميع الاقسام على مستوى الجمهوريه وكمان في الاماكن العامه بطلب القبض على سامي توفيق زغلول وصبري عبد الله البكري. اتفضل. في ايه؟ ما مشيتش ليه؟ مالك متنح كده ليه؟ ايه في حاجة؟ ايوه يا باشا، في حاجة ومهمة جدا ومش عارف اقولها لحضرتك ازاي. كلم يا فتحي، في ايه؟ في عندك مشاكل في البيت؟ لا لا يا باشا مفيش. امال ايه؟ عاوز راحة ها؟ ماشي، تاخد 24 ساعة راحة وماله؟ ما احنا بنتعب. معلش هات الملف وتفضل انت. لا لا يا باشا انا مش عايز راحة. الله، امال عاوز ايه بس يا فتحي؟ في سر؟ ما تقول يا فتحي، احنا كلنا هنا أسرة واحدة. انا صحيح متعب في شغلي وبهلك الناس اللي بيشتغلوا معايا، لكن في النهاية احنا بشر والدنيا مش هتوقف يعني لو حد فينا خد راحة أو حتى أجازة. يعني سعادتك متأكد إن الدنيا مش هتقف لو حد خد راحة أو أجازة؟ يبقى عاوز راحة. 24 ساعة كويس؟ يا ماهر بيه، أنا آسف يا ماهر بيه، سعادتك لازم تسافر الزقازيق دلوقتي، عندنا سايبك. الزقازيق؟ إيه؟ حماية جراله حاجة؟ لا 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 يا باشا، ده لسه مكلمني من 10 دقايق. أمال إيه في إيه؟ الهانم مرات سعادتك حصل لها حادث تصادم. مراتي جرالها ايه؟ يا
والولاد جرى لهم ايه؟ لا لا يا باشا ما تتخضش كده، الولاد بخير وهي بس حالتها خطيره شويه ونقلوها المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ماهر بيه، مش هيجرى اي حاجه لو سعادتك سافرت اطمنت عليها؟ معاك حق، مسافه السكه، اروح اطمن على المدام وارجع على طول. سلام يا باشا. كويس ان انا لقيت سعادتك يا باشا. المعلم زكي الجزار صاحب العماره ومراته الست فيروز لقيتهم مصابين على الاخر. لما وصلت لقيت عربيه الاسعاف هناك. المعلم زكي الجزار مصاب بارتجاج حاد في المخ وتهتك في القفص الصدري، ومراته الست فيروز مصابه بطعنه سكينه حاد والطعنه اسفل منطقه الصدر. ايه ده؟ مين اللي عمل فيهم كده؟ محدش عمل فيهم حاجه يا باشا، هم اللي ضربوا بعض. المهم المعلم زكي حالته خطيره جدا ومراته نقلوها العنايه المركزه. وبعدين قال لي ان هو عايز حضرتك عشان يبلغك معلومات مهمه جدا عن الحادثه. خلاص يا ابراهيم خلاص. اتفضل انت سعاده الباشا سافر بالسلامه، وانا وابراهيم هنروح المستشفى. لا لا لا، انا الاول هروح اسمع المعلم عاوز يقول ايه. يا ماهر بيه، الله جرى لك ايه؟ مش سامع الراجل بيقول لك ان في معلومات خطيره المعلم عاوز يقولها لي؟ يا باشا والهان مرات حضرتك. معاها ربنا بقى، وجودي معاها لا هيقدم ولا هياخر. يا باشا يا باشا، دي مرات سعادتك وواجبك تكون موجود جنبها دلوقتي. ايوه يا فتحي، لكن الراجل ده لو مات انا اللي هسامح نفسي ولا هسامح مراتي. ده قدرنا كضباط مسؤولين عن امن البلد وامن الناس. يا ماهر بيه، انا وابراهيم هنروح المستشفى للمعلم. فتحي ولا كلمه، واتفضل حضرتك شوف شغلك. يا ماهر بيه خلاص، ما تفتكرش يا فتحي ان انا مش قلقان على مراتي، بالعكس انا هتجنن، لكن اعمل ايه؟ الواجب اولا. عشان كده لازم سعادتك تسافر الزقازيق دلوقتي. اوعدك بعد ما اروح المستشفى واسمع المعلم عاوز يقول ايه، من هناك فورا هروح على الزقازيق. يلا يا ابراهيم. يلا يا باشا اتفضل. هزاع رشوان هزاع. هزاع ده كان دراع النمس اليمين وكاتم كل اسراره. خرج افراج من حوالي شهرين، ويوم ما خرج أهله وقرايبه وبلدياته عملوا له حفلة ولا زفة عريس. هزاع رشوان هزاع. بمجرد سعادتك يا باشا ما تاخد أخوال المعلم زكي تطلع على طول على الزقازيق. تمام يا فندم، المتهم المعلم زكي النمر الباقي في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أمال فين أوضة فيروز؟ اتفضل سيادة. معلم هدنها ل 200 ألف جنيه. دي مش فلوس المعلم لوحده، فلوس المرحوم ابويا. اصله كان مشارك المعلم، يعني ده مال ايتام. اخواتي البنات الثلاثه لازم يتجوزوا ويتجهزوا. اتخانقنا انا والمعلم، قلت له هبلغ عنك. ضربني ضربني بالسكينة، ضربته. بدافع عن نفسي، بدافع عن حقي. حقي حقي أنا وأخواتي البنات. Thank you.
شفت بنفسك المديريه قالوا ايه. احنا ملناش هدف الا انقاذك يا استاذ سامي. طبعا، وعلشان كده انا لا يمكن اسيبك تروح لمزع هالزع ده لوحدك ابدا. يا نجوى افهميني، افهمني يا سياده اللواء، الجرواني تعبان والجرح بتاعه كل شويه عمال ينزف. وانا ما قلتش ان الجرواني يروح معانا، كل اللي انا عايزاه انا وسياده اللواء مصطفى نروح مع حضرتك. نجوى معها حق يا سامي. مين هو قادر يمشي؟ استنى يا جرواني. لو سمحتي اوضه 103 فين؟ تاني غرفه حضرتك. متشكر. صباح الخير. عاجبك كده دلوقتي بديك لمراتك وعيالك؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ من فضلك يا عم، احنا في مستشفى. منك لله، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ندمان ان انا جوزتها لك، اديتها لك زي الورده المفتحه، قضيت على شبابها وعلى حياتها. من فضلك زي ما دخلنا بالمعروف ننتهي من معروف. لازم تطلقها، كفايه كفايه كده، ارجوك تطلقها. يا عمي ده غصب عني، اعمل ايه؟ انا ما بشتغلش في وظيفه ليها مواعيد عمل محدده، طبيعه عملي كده، اعمل ايه؟ وبنات الناس ذنبها ايه؟ بنتي ذنبها ايه؟ خليك في شغلك وطلقها. دي مراتي وانا ما اقدرش استغنى عنها. انت مش محتاج زوجه، انت محتاج شغاله. انت ما تعرفش يعني ايه بيت واسره. اقدر اشوفها؟ يا ريت بلاش. للدرجه دي الحادثه بشعه؟ بنتي عجزت وهي في عز شبابها، ولو رجعت وقفت تاني تبقى معجزه. انت السبب، انت السبب. ازيك يا سعاد؟ ماهر، في شيء جوايا حاسه انه ضاع مني. الشقه برغم وسعها بقت اضيق من خرم الابره وانا جواها. استنيتك كتير وطلبتك في التليفون، جاني احساس اني مش مراتك واني واحده بتطردك، كاني بشحت منك وقت ساعه ولا اتنين احس فيه اني زوجه. يا سعاد، انا عارف ان انا مقصر في حقك وفي حق الولاد، لكن اعمل ايه بس؟ ما ده شغلي. وانت مش الضابط الوحيد اللي في البلد، في ضباط كتير غيرك. انت عارفه كويس قوي المسؤوليه اللي على كتافي. انا كمان مسؤوليتك، بيتك واولادك يا استاذ هم كمان مسؤوليتك. ارجوك تهدي يا سعاد، اهدي. انا كمان محتاج ان انا اخرج واتفسح واخدك انت والولاد، لكن اعمل ايه؟ شغلي. سعاد انا محتاج لك. ماهر، اذا ربنا شفاني وحصلت المعجزه وقدرت اقف على رجلي. ارجوكي ارجوكي ما تكمليش. انا ممكن اعيش بسبب الحادثه بعجز كلي واقضي بقيه حياتي على كرسي متحرك. انا كمان بسبب شغلي معرض للاصابه ومعرض للعجز. ممكن رصاصة طايشة من مجرم هربان ممكن تعجزني طول حياتي أو تموتني. ماهر، إذا ربنا شفاني أنا هرجع مصر على رجلي، لكن إذا رجلي عجزت عن الحركة مش هرجع. وأرجوك تطلقني. أوعدك كل شيء هينتهي وهتخفي وتبقي زي الفل. أنا هروح دلوقتي لمدير المستشفى عشان أنقلك معايا البيت. لا، انا هروح بيت بابا على الاقل لحد ما الشرخ اللي جوايا يلتئم. يا سعاده اللواء،
احنا محتاجين نرتب افكارنا. احنا محاصرين يا جرواني، محاصرين، ثم انت في الاوتيل، بعد كده البوليس، بعد كده انا. ايه معنى انهم اذا كان ست او راجل عاوزين يتخلصوا من سامي؟ ما اعتقدش ابدا ان سامي هو المقصود. لا بالتاكيد سامي هو المقصود، انا متاكد. حرك صوابعك كده. بتوجعني قوي يا نجوى. بس خلاص ما دام قادر تحركها يبقى كويس، مفيش مشكله، ما تقلقش. بس تلاقيك وانت بتقع حملت على ايديك. فعلا هو ده اللي حصل فعلا. قول يا سامي، هي مش هلا النمس دي برضو كانت زميلتك في الجورنال؟ كانت زميلتي في الجورنال، بس انا عمري ما شفتها ولا عرفتها. بس هي كانت صاحبة سميرة، وسميرة كانت صاحبتك. سميرة كانت صاحبة الكل، كل الناس كانت بتحبها، وهي كمان كانت بنت ممتازة جدا. الله يرحمها بقى، والله يخرب بيت اللي عمل فيها كده. قد كده كنت بتحبها؟ نجوى، ايه تقصدي؟ ايه سميرة كلمتك وانت في شقة هالة النمس، وهي عارفة صوتك كويس قوي، ليه ما بلغتش البوليس؟ جايز لانها عارفة ان انا بريء، وجايز برضو عشان هي عارفة مين القاتل. جايز. طيب هي ما بلغتش البوليس عنك لانها عارفة ان انت بريء، ماشي، لكن ليه ما تبلغش البوليس عن القاتل؟ صحيح، ليه؟ جايز يكون ليها مصلحه، وجايز تكون خايفه، او جايز كانت مش متاكده، وجايز برضو تبقى شريكه في المساله، اقصد يعني متورطه بشكل او اخر. جايز كل الحاجات دي. بس انت مالك يا نجوى؟ عصبيه قوي، هتكسري لي صوابعي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا باشا؟ حضرتك رجعت بسرعة كده ليه؟ الهانم أخبارها إيه؟ الحمد لله. طمني يا باشا. كل خير. أخبار الشغل إيه؟ قبضتوا على سامي وصبري؟ حضرتك كده شكلك بيقول في حاجة. لا أبداً، أصلي مرهق من السفر. طب ما هو كان المفروض حضرتك تبات هناك الليلة دي. فتحي من فضلك سيبني شوية لوحدي لو سمحت. سيبني شوية لوحدي؟ دي نفس الجملة اللي قلتها لحضرتك يوم وفاة والدي. بس حضرتك ما سبتنيش لوحدي يوميها، فضلت معايا لتاني يوم. طمنا يا باشا، ايه اللي حصل في البلد؟ المدام دكاترة جبسوا رجليها الاثنين. ده باين عليها كانت حادثة كبيرة. معلش يا باشا، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله انها جت على قد كده. الحمد لله. بس ابوها بيتهمني ان انا السبب، اني اهملت بنته، وانه ندمان انه جوزها لي. عاوزنا طلاق. ما تزعلش منه يا باشا، ده انفعال وقتي بسبب الحادث، وما تنساش برضه انها بنته. بس الحقيقة فتحي ان انا اهملتها كتير. الشغل كان واخدني. مشكلتي يا فتحي ان انا بعتبر اني كضابط بوليس في مهمة انسانية مش في وظيفة. تفتكر يا باشا لو الزمن رجع تاني لورا وقت ما خدت الثانوية العامة، كنت هتتمنى برضو انك تبقى رجل بوليس؟ يا فتحي مهنة البوليس من أشرف المهن اللي في الدنيا. العيب فينا إحنا كبشر مش في المهنة. وعايزنا أصدق الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ يا مدام أنا الكلام اللي بقوله هو الصدق. أنت كذاب. لا بقى، ما اسمح لكيش. تسمح ولا ما تسمحش، ده شيء ما يهمنيش. من فضلك يا مدام، عامل لي غراميات في الجريدة. ومين اللي جاب هالة النمس هنا في الجريدة يا مدام؟
مش حضرتك كان ده منظر صحفية ولا تفهم في الصحافة ولا ليها في الصحافة؟ أنا حرة يا أخي، الجريدة بتاعتي. أيوة حرة، بس مش حرة بمشاعر الناس، ده احنا بشر. اتكلم بأدب يا حسين. يعني إيه؟ يعني أنا قليل الأدب؟ طيب 10 دقايق بس وهتكون استقلت هنا على مكتبك. استقالتك مرفوض، انا ما بقبلش استقالات. الشغل معاك يا مدام ما بقاش ينفع. انا لما اشوف انك ما تصلحش للشغل انا اللي هرفضك. كده طبعا اذنك. استنى عندك نوع. انت عايز مني ايه؟ انت بتلوي دراعي يا راجل انت؟ بعد ما صبري اختفى وشاكر مات وسامي مطلوب القبض عليه والجريده خربت، انت بتستغل مواقف؟ لا انا ما بستغلش المواقف، انت اللي ما بتقدريش، كله زي بعضه عندك، اللي بيفيدك زي اللي بيضرك. كله منك، كل ده عشان صبري خد هالة منك. ده كلام مش مظبوط، ما حصلش. بس هالة اشتكت لي منك، عندي في الدرج هنا 4 شكاوي بخط ايدها منك. انا ما انكرش ان انا كنت بحبها. يا راجل يا راجل، الفرق بين عمرك وعمرها كتير قوي. ايوه، والفرق ما بين عمري وعمر صبري 6 اشهر. ايوه، بس هي فضلت صبري وحبته. لا بالصحيح، دي هي طلبتني من اسكندريه مخصوص عشان اجي وانجدها من ايدين صبري. ما تخلينيش اقول لك كلام يوجعك ويجرحك اكتر من كده. انت هددتها بانك تفصلها من هنا وانها مش نقابيه وانك هتقدم شكوى في النقابه ضدها وانك ما صدقت ان صبري طلقها. ايوه، صبري قال انها كانت هتسيب له الشيك وانت اللي اجبرتها تروح تاخد امضى من البنك برفض الشيك، وانت عارف ان موقفه المالي ما يغطيش. انت كنت عايز تضرب عصفورين بحجر، ها؟ تدمر صبري وتنط تقعد في كرسيه وتاخد هاله منه. الكلام ده بقى مش مظبوط وانا مظلوم بقى. امال خدتها من المعموره وديتها شاطئ مراقيه ليه؟ انا وديتها مراقيه علشان كانت اعصابها تعبانه. وطلبت الجواز منها مش كده؟ لا ما حصلش. لا حصل بقى، ولما هي رفضت وترددك شدتها من شعرها وضربتها وقلت لها كلام جارح، لولا الغفير انه تدخل كنت هترتكب جريمه. حصل ولا ما حصل؟ دي شيطانه شيطانه لعبت بيا وبعاطفي، خليتني احبها، عشمتني بالحب الراقي العفيف الشريف، وهي ما تعرفش غير الخيانه والغش والخداع. ممكن ادخل؟ انت لسه ما دخلتيش، انت مش هتبطلي شقاوه بقى؟ انا برضو اللي شقايه، ده انا غلبانه. انت برضو ما قلتليش ممكن ادخل ولا مش فاضيلي؟ حتى لو مش فاضيلك افضلك يا ستي. موري، انا عايز اسالك سؤال مهم قوي، انت ليه بتحب الواحد؟ لا ابدا، اصلي كل ما بدخل عليك القاك قاعد لوحدك. انت بتشغبيني دي في ايه؟ تأبيدة حب، دي اسم القصة الجديدة؟ لا ده اسم مؤقت بس. مضت أكثر من 30 سنة على وفاتها، كانت قد ماتت بالجسد بالنسبة له، ولكنها في الخيال كانت قد سكنت وجدانه. عاشت معه طوال 30 عاما في خيالي في عيني، لم تفارقه لحظة، كانت كل النساء في عيني هي، لم يرى غيرها ولم يعرف غيرها، واشتهى الموت ظنا منه أن الموت يقربه منها أو ينهي عذابه بسبب فراقها. مرات عديدة حاول أن يبدأ من جديد مع أخرى مع أخريات، ولكنه فشل، لم يجد مثلها في العطاء والحب. معقولة؟ معقولة في قصة حب للدرجة دي؟ أكيد تجربة ذاتية؟ ولا ذاتية ولا حاجة، مجرد شطحات خيال. بس اللي اعرفه ان اي كاتب وشاعر وفنان ما بيكتبش الا لما مخزون وجداني عاطفي داخلي بالنسبه له
ايه مخزون وعاطفي؟ ايه الكلام الكبير ده؟ انت عايزه توصلي ايه بالظبط؟ انت مش حضرتلي مشاغبه فيا بقى؟ معجبه. الله يكبر بخاطرك. احسان تسمح لي اقول لك احسان حاف كده من غير القاب؟ انا عايزه اسالك سؤال تاني لو سمحت. انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي مع ان شغلك كله في حواديت الحب والغرام وحياتك كلها وحده متصله من المشاعر والاحاسيس؟ انا شخصيا اعرف ان ليه قصه حب زي قصص حب روميو وجولييت وقيس ولبنى. باين عليكي فاضيه وجايه تتسلي عليا انا. لو انت الصادق، انت اللي باين عليك لسه عايش في قصه الحب القديمه. قديمه ايه وجديده ايه؟ يلا حسن الختام. حتى لو كان في واحده معجبه وما بتنامش الليل. ما بتنامش الليل عشان عندها مغص، او يمكن بتنام بالنهار. انا شخصيا شبان اليومين دول ما بقوش يعجبوني، كلهم طيش، ما بيعرفوش يحبوا، ما عندهمش حنان. ويمكن بحس الاحساس ده عشان اتحرمت من بابا وماما. معقوله يا احسان؟ معقوله كل ده وما فهمتش؟ هلا انت بتقولي ايه؟ عن اذنك. هلا. انا اسفه جدا، الظهر عواطفي غلبتني. انا لو كنت اتجوزت كنت خلفت بنت قدك. انت بس محتاج لمرايه عشان تشوف فيها نفسك. من بكره هجيب لك مرايه قد كده وهعلقها لك هنا في المكتب. وكمان محتاج تروح لحلاق عشان يظبط لك شعرك. حلاق؟ هيظبط ايه؟ انت راجل فنان وحساس، وانا خايفه لساني يفضحني تاني. لا ابدا، بس انا جعانه وما فطرتش. اجيب لك سندوتشات. تعزمني على الغدا؟ قلت ايه؟ عندك مانع؟ عموما انت لو ما عزمتنيش انا مضطر اعزمك، عشان عندي كلام كتير قوي عايزه احكي معاك. من 20 سنة كانت جارتي، كانت جميله، الابتسامه ما تفرقش وشها ابدا. عشنا مع بعض اجمل قصه حب عفيف وطاهر. كانت قصه حب ناعمه جميله، وكنا نقعد مع بعض نحلم ونرسم مستقبلنا يوم يوم ولحظه بلحظه. نرسم بيتنا اوضه اوضه وركن ركن. عشنا مع بعض اجمل حلم على ارض الواقع. وما تفهميش، مش عارف ايه اللي حصل، فجاه ماتت. الله يرحمه. عمرها ما فرقت وجداني ابدا، لسه عايشه جوايا وبشوفها بعينيا، بشوفها هي بتحضر فستان الزفاف، هي واخواتها هم بيفرشوا البيت، النجابه دي هنا والستاره دي هنا. قصة عمرها ما فرقت قلبي أبدا. ياه، كل ده مش عاوزني أحبك يا إحسان. هلا. طب القلب الكبير الأخضر ده فين ألاقيه يا إحسان؟ مفيش حاجة يا هلا بتخوفني أكتر من الحب. أنه حب؟ اللي مات ولا اللي أنت حرمت نفسك منه؟ حرام عليك يا إحسان، حرام. أنا حاسس إن قلبي خلاص شيخ وشاب. أنا موافقة وراضية، وإن كان على قلبك أنا هخليك تحس إن قلبك لسه شباب ومليان حب وعطاء. عارف يا إحسان، أنا قبل ما أشوفك كنت حاسة بالخوف والحزن محاوطني من كل ناحية ومن كل مكان، لكن بعد ما قابلتك حسيت إن الدنيا كلها بتضحك لي، وإن الحياة بقت جميلة من تاني، وإن أنا محظوظة. محظوظة؟ أيوة، لما احب بني ادم اديب وشاعر وفنان كبير قوي زيك كده هبقى فعلا محظوظه. وان كان على الحب القديم يا سيدي، انا هعرف ازاي اخليك تنساه، وهعرف كمان اخليك تعيش حياتك اللي انت ما عشتهاش. لازم تعيش يا احسان. اعيش؟ ايوه يا احسان، انا وانت لازم نعيش الحياه اللي ما عشناهاش. عرفت نقط ضعفي كويس قوي وهجمتني بشراسة،
استعملت معايا اساليب جمالها واغراءها وفتحت جوه قلب الام اللي طلع منه مارد جبار اسمه الوحده اسمه الحرمان. انا كنت وحيد في وسط غابه من البشر ولا اعترف لك ابدا ما انا قاومت الحب ده من الاول قاومته حاولت ابعد عنه لكن ما قدرتش كنت دايما بضعف امام تبريراتها كانت بتكذب واكذب نفسي واصدقها. عشان كده جالك هستيريا لما اصطلحت مع صبري مش كده؟ ايوه اعترف لك ان انا جيت لي هستيريا في الاول لكن تاقلمت بعد كده تاقلمت مع الظروف وجات لي حاله من الاحباط والاكتئاب وبقيت احتقر نفسي احتقرتها واحتقرت نفسي وكرهتها وكرهت حبها وكرهت نفسي حسيت ان انا صغير ضعيف ضئيل. الله، امال مين اللي قتل هالة النمس؟